لقائي جدد بكم مشاهدينا الكرام عبر برنامجكم الأسبوعي شوفوا حكايتي. قصة ديالنا تاعنا اليوم راح يحكيها لنا يحيى. يحيى هو أب لثلاث بنات. حكايتنا راح تكون غريبة نوعا ما، فيها العديد من التفاصيل راح يحكيها لنا يحيى. يحيى تعرض لنوع من الخيانة، وتعرض كذلك للعديد من المشاكل في حياته. قبل ما نبدأ نفضل أنه تشوفوا هذه الحكاية ونعودوا نقول لكم وما نمد لكمش أكثر التفاصيل، نخليكم إن شاء الله تفهموا الحكاية من عند يحيى. روحوا نشوفوا حكايته. الزوجة هي النصف اللي يكمل الزوج، هي ذلك الإنسان اللي الزوج يستند عليه كالذيق به الدنيا. بعد الزواج هي في البداية كان المشاكل، بعد الزواج تجبد عليا. معليش، من العام الأول تاع الزواج؟ من العام الأول ما جاتش عندها تتزوج، جات عندها قصد بيا. وما كاش حاجة تدمر الرجل نهار كي الزوجة تاعو تتبدل عليه وتدمر له حياته. في الحدود، اما المعامله فلا تعامل الغادر بالغدر والكاذب بالكذب والسارق بالسرقه، ما عندكش حق. الغادر لا تغدر بالغادر حتى ولو يكون كافر، فما بالك زوج، فما بالك واحد حط فيك الامانه يا اخي خفر. معلش يحيى خويا، معلش بالعقل يحيى خويا. هي حكايه يحيى اللي جانا البرنامج شوفوا حكايتي، حاب يحكي لنا تجربته مع الزوجه ديالو. نقول خاوتي الله يرحم والديكم، الله يرحم والديكم، اللي تشوفوا لي ونست روحي ما بيدار يجيب لي ربي حد نخرج من الجزائر ولا وين نروح، راني نرقد تحت الجسور. يحيى مرحبا بك. الله يسلمك ويزيدك. شرفتنا بالحضور. صح بارك الله. يحيى كنت تواصلت معايا يعني عبر الصفحه الرسميه وقلت لي بلي بلال انا عندي حكايه نحب نحكيها، نحب نفرغ قلبي، نحب نحكي بزاف امور مريت عليهم في هذه الحياه. قلت لي بلي هذه الحياه كانت صعيبه عليا بزاف، واني حاب ان شاء الله نلحق الشيء اللي ما قدرتش نلحق ليه على برا، ان شاء الله انتم تلحقوني ليه هكذا ان شاء الله. يحيى الناس لما يشوفوا فيك يحبوا يعرفوا شكون هذا يحيى، واش تقول لهم؟ بارك الله فيك. اول ما نبدا نقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الارض، رب العرش العظيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، ارسله ربنا رحمه ونورا للعالمين، اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام. على بالي اغلبيه ما نقولكش الاف، ملايين الجزائر راح نصدمهم بالقصه هذه. ملايين الجزائر، ماشي الاف، ملايين، تقدر تقول من سوريا حتى المغرب يعرفوني بالصفه اللي يعرفوني فيها. واش نقول ليوم هذا واحد ما على باله القصه نتاعي كيف واش هي. جيت لهنا ماشي على جال باش ندير الكاميرا، والله على جال باش نفشي سر كان بالامس مستور. جيت حبيت نعرف حقيقه تاع الامر نتاعي، عنده امور غامضه بزاف. راح نوجه نداء هذه الحصه، راح نهضر فيها لايجاد الحلول، لايجاد باذن الله الاعانه من طرف ماشي ليس كل المال، مال الديون. وثاني حبيت نعرف شكون اللي كان يجي لدارك. صح. وشكون هذو النساء؟ على هذا نروحوا حبه حبه في الحكايه ان شاء الله. نروحوا حبه حبه. صح. يحيى الحكايه راهي طويله، من وين حاب نبدا؟ نبدا من اين تبدا كله جاحي. صح. نبداو ان شاء الله من النهار اللي تزوجت. بارك الله فيك. تزوجت بهذا الانسان. بارك الله فيك، هذا احسن بدايه. يعني انت كنت شاب كيما كاع الشباب. بارك الله فيك، هذا احسن بدايه. حان الوقت باش تتزوج. تزوج بهذه الإنسانة، قول لي العوام الأولين تاع الزواج كيفاه؟ الأخ بلال قبل ما نبدا حبيت أن خاطرش الأغلبية كذبوني خاصة في العائلة، في الفاميليا، ماشي فاميلتي، فاميلتي عرفوني شنو اسمها، الكوتي تاع فاميلتها، وخاصة هي ويمها وخاوتها وبناتها، ما نقولش بناتي نقول بناتها، اللي عمرها جاية من بعد. ربي سبحانه يقول في كتابه العزيز الحكيم: يا ايها الكتاب، يا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. هذه وحده. وربي سبحانه يقول لك في ايه طويله في اخرها يقول لك: والذين لا يشهدون الزور. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: اياكم وسبع المبيقات، وذكر الشرك والسحر وكذا، وذكر
شهادة الزور، وقال ألا وشهادة الزور، حتى كان قاعد وقف حتى قال لصاحب اللي تو سكت لشدة وهول وعظمة هذا الذنب وهذه المعصية. وثاني جاء لي صاحبي قال له يا رسول أوصيني، قالوا لا تكذب، أوصيني لا تكذب ثلاث مرات باش نعرفوا بلي أنا الإنسان ما جيتش لهنا باش نتهم ونقذف ونرمي بهتان على الناس وأنا بريء منه. أنا في حالتي أعطيك صح. وحبيت نقول ربي سبحانه قال في واحد الآية اللي تبرأت بها واحد الصحابي شكر رسول الله، قال له رأيت زوجتي، قال له جيب لي شودرنا جلدك ثلاث مرات. نختصر لك في الآية والحديث، بعدك غضب خرج مع الرسول غضبان، قال له الله يتولى أمري، نزل ربي آية عيطولها آية اللعان، انه كي يكون ما كان حتى واحد شاهد الا وانت على زوج ولا زوجه ولا المهم زوج غير هما والثالث هما الله، واش يدير هنا؟ كل واحد فينا يقسم ربع شهادات، كل قسم يعوض براجل ربع شهادات، والخامسه لعنه الله هكذا، وهي على الخامسه انت برا عن العذاب، الخامسه الى الايه معروفه في القران الكريم. انا حبيت نادي القسم امام الملايين الجزائريين، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، كل كلمه انطقها فهي حق مثل ما انكم تنطقون، وان كنت كاذبا او مفتريا فعلي لعنه الله والملائكه والجن والانس والنار والخلق اجمعين. صادق ان شاء الله، صادق ان شاء الله. العجوز يما نبداو في الحكايه ان شاء الله. العجوز يما خطبت لي هذه، يما كنت تعرف بلي دارهم يا لطيف. بعد الزواج هي في البدايه كان المشاكل، بعد الزواج تجبد عليا. معليش من العام الاول تاع الزواج؟ من العام الاول، ما جاتش انها تتزوج. جات عندها قصد بيا. وش من العام تزوجت يعني؟ 96 95 نوفمبر. نوفمبر 95 تزوجت. تزوجت في حي بالعوادية دار الاربعاء. سكنت مع العائلة؟ سكنت مع العائلة مي با شهرين، صار لي مشكل سكنت وحدي. وبعدين بقيت وحدي ونتنقل من مكان لمكان. بعد الزواج بعامين تجبد عليا بسرقة ب 38 مليون. كيفاش هذه؟ فاهم؟ ها صبر نقول لك درك اي واحد يشوفها يقول لي يضحك. انا كنت نخدم في الساعه عندي مجموعه كنت نخدم، كنت نجيب خمس لما 38 كنت في ذاك الوقت حاب نشري مرسو تراب. معليش خليتهم لها. معناتها 97 98 هذاك لا 99 99 99 خليتهم في الدار. واش دارت هي؟ شحال خليت في الدار؟ شحال؟ 38 مليون. 38 مليون في ذاك الوقت. والتراب كان ندير 18 مليون 20 مليون، جبت مرسو تراب جوي الحامز المرجه براقي كاريتو تجيب ضربتني. واش جيت انا حتى جيت درهم بان لي مرسو تراب، جيت قلت لها يا مرا درهم وراه اسمع هنا 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 مخك يحبس. قالت لي نفتهم في الكوفيرتان. انا عماه قلت لي نفتهم في الكوفيرتان خو على بالو ان شاء الله يشوف الحصه وعلى بالو. كتبت انا بريا ديت الامام تاعك ابو عبيده بن الجراح، وديت بريا كتبت المسجد تاع خالد بن الوليد، سقسيت الجيران قال لك يا ودي ما لقيناش عباك 38 راهي تتعمر الدنيا. صح كان يتنفضوا هاي تعمر ما كانش ما يشوف خلي الجيران تحت يعيط خلي الاخر تنفض في كوفيرا. محال بارك الله فيك ربي يجازيك على بالي كل الشعب اللي دوك اللي يشوف يا عارف بلي الامر مدبر. موراها ما نقول لك شهرين ثلاثه زيد تزور شاك، روحوا لبركه تلقاوه في ميسون. ضربت درت له ليفين لقى خصو زوج ملايين. ورا قلت لها انت جبتي؟ قالت لي لا لا يا ودي تشوفك في تستت. مخك يحبس. جي رحت انا رحت لبن جراح قالوا لي لا روح ساعة شهداء. رحت ساعة شهداء قال لك روح ضربوا قالوا لها في ميسوني. كي وصلت الميسوني معناتها شاك تجبد من ميسوني. تجبد من ميسوني. وعلاه تجبد من ميسوني؟ لاخاطش الراجل اللي يخدم في ميسوني من جبت الاسماوات مرته بارئه، مرته بنت عمتها كتبت لها على اسماء باش راجل يجبد لها دراهم. كي رحت جبت كي وليت ليها قلت لها كيفاش انت تعمري الشاك وهي تترافيك موالفه بالتزوير تترافيك تخزر لي البحر تاعي بارك الله. واش قالت لي؟ قالت لي ما حبش نقول لك باش ما تزعفش. ها هي تجوزتها، تجوزت 38. كي تجوزت 38 تفتحت لها الشهيه باللي هذا السيد مضمون وباللي هذا عنده الحنانه. المراه بشويه بعد عامين تبان لي هذه المراه، وهنا يا الادهى وامر وهنا طامه كبرى. صح واش حكيت المراه هذه؟ هذه حكايه المراه. المراه الله اعلم كي نقول درك هنا دخلت الله اعلم. كي نقول الله اعلم هو هو ما كان يقال لي من عندها هي ماشي انا. انت نقلا عليها. نقلا عنها هو هذا الكلام. صح. هذه المراه زعما انا ضيعت بطاقه التعريف الوطني وهي جابتها. كي جابتها زعما رحت لدارهم قال لها ورحل يسكن تحت. جات عقبال قالت بنتي دخلتها للدار. انت اول مره تعرف المراه دخلت لدارك؟ محال بارك الله فيك. بالك ما دخلتها على الباب ما تزيدش. دخلتها هي هذه المراه، هل هي امراه صح ام رجل؟ الله اعلم. هل هي مدبره
لتكون تمويه وغطاء الله اعلم. ريحة ما انا واش قالت لي؟ قالت لي جات مرة وقالت بطاقة تعرف تاعك وارملة وعندها ولادها يتامى وساكنة في البراكة. قلت الله 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 جرى لي الاجر اللي يجرى. بالك بعتها لك ربي سبحانه. يا رجل قلت ربي جرى الاجر اللي يجرى. تسبقت النية. اول حاجة تفكرت ايات الله وتفكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم، المرأة الارملة كالمجاهد في سبيل الله وانا وكفيل اليتيم كهاتين في الجنة وانشار بسبب دي. انا تعمجت كنا نعمل معك دين ونضرب باللغة، مانيش حاشك تعمل اي امن. بارك الله فيك. المرأة استغلت الثقة نتاعي والطيبة نتاعي، جابت لي هذه المرأة. الله أعلم، كي نقول الله أعلم ما شفتني. اسمح لي برك يحيى باش إن شاء الله نوضحوا للناس، هذه المرأة هذه شغل نقدر نقول إحنا بني موليلة دخلت في حياتكم هكذا فيها مشيت وعي ما بين السرقة. دخلت المرأة كي دخلت فيها ما بليت قلت ضربت ست شهر، جبت لي الغنية تاع تعويضات ضحايا الإرهاب، ضحايا تاع المأساة الوطنية باش نقول مع السلطان باش نقيسوا بها الجهتين. هنا راح نوجه نداء، هذه المرأة كما قيل لي هي راجلها متوفي، وهذه ان شاء الله تكون الدولة تكون ان شاء الله كاش واحد في الدولة يوصلني ان شاء الله. هذه المرأة هي قالت لي هذه المرأة ميت راجلها في الجبل في 93 في ام البواق، كانت تكون جوه العاشور ولا دراريا ود الرمان، ثلاث مناطق العاشور دراريا ود الرمان، لاخاطش كنت تعطي الدور اللي في الهضره. درك انا نوجه نداء، هذه المره اللي كانت تجي ليا لا كانت هي بارئه صح وكانت صح، ماذا بها تتصل بالحصه وتبرأ نفسها تقول ماشي ما اديتلوش انا دراهم، هذا ما كان معيش ما نشوفهاش. انا حاب باش نعرف نحشر، واسكو انت كنت تجي لداري ولا ماشي انت تجي حاب تثبت باش نثبت، اسكو كنت تجي ترقد عندك ولا ما كنتش تجي ترقد عندك. معليش سمح لي يحيى نقطعك، سمح لي برك باش ان شاء الله نوضحوا الحكايه للناس. هذه المراه هذه اللي قالت لك هي مراه، انت ما راكش مثبت الى مراه ولا راجل؟ لا ما نقدرش. كانت تجي كل يوم؟ لا زوج خطرات في الاسبوع، مرتين في الاسبوع عندها حساب مره في الاسبوع. والادهى والامر قلت لك سبحان ربي العظيم، الحاجه اللي كانت مديون لي الله اعلم، انا نعرف تعويض كيفاش ندير لك عمليه المغناطيس، كيف تروح تجيب لي وانت تخزر تعطي لي وتخزر، انا عارف هذه الامور. المره الله اعلم، كي نقول الله اعلم ما عرفش كاين. المرأة هذه كانت ما تكسبش الهاتف النقال، وكانت عندما تتصل بالهاتف الجماعي بالفيكس كما احنا نقولوا بالفيكس صحيح، وتبدل كل خطره منين الله اعلم. هذه المخلوقه الله اعلم، هذه المخلوقه باش نزيد نوضح قلت لك كانت تكون يا العاشور يا ضراريه يا باب احسن، راجلها ميت في 93 في ام البواقي باش كان في الدول يكون يسمعون يكون نورمال، وعندها ثلاثه اولادها، ولادها واحد مات بقاو زوج، كانت تسكن في البرارك يا قهوه شرقي ثاني غطات لي يا فوردلو قهوه شرقي برج البحر. يعني اللي كانت الزوجه تاعك ما عطاتلكش لي ديطاي بالعاني كانت في الخطاش تبدل لي. هذه المراه عندها زوج كانت تسكن، بعد كي راحت للحاميز درك نشوف هذا السكان الحاميز ولا سنتيبي الله اعلم، كي نقول الله اعلم ما عنديش المعلومه ما عنديش. وانت يحيى هذه كي كانت تجي زوج مرات في الاسبوع، يعني قبل ما نحكيو على انها كانت تجي زوج مرات في الاسبوع، معليش دوك انت هذه الزوجه ديالك تلاقت بهذه الانسانه صح، معليش وفهمناها بني موليله ولا تصحبتها بني موليله ولا دخلها بارك الله فيك رحم لك ويديك ربي يجازيك بارك الله فيك. هنايا انا واش قلت الله اعلم، الغيب يعلم ربي، ممكن هي جابت المراه كغطاء وتمويه، والله كانت المراه هي وسيطه بين الناس كوحد اخرين لنهب المال بالطريقه انها هي مسكينه وارمله، وبعد كان كيفاش ما ديت لها الدراهم، هذوك نشوف الدراهم كيفاش داتهم نمشيو في الحكايه تاع دراهم. غير عرفتني قلت لك بلي يا ودي الدوله راح تعطي لي تراب وباش تعاونني ولا باش نبني لازم تخلص دراهم. جات لي باش تعاونني زعما انا كي جات المراه قلت الله شكون جات لها هذيك المراه ولا زوجتها؟ عند المراه عند زوجتها انت عند زوجتها انت المراه هضرت زعما مع الزوجه تاعك قالت لها الزوجه زوجتها جات عندك جات عندي قلت لها واش تقول انا واش قلت؟ قلت انا لعل ربي يبتليني ونشوف بالك نمشي بالك نرحم ما نرحمش نوقف ما نوقفش لعل ربي يوم القيامة يقول يا عبدي اللي لقد أرسلت إليك، وهذا القصص معروف يقول يا ربي لقد أرسلت إليك، قل يا ربي كيف أنت رب السماوات وجيتني الطلب، قل ألم يأتيك عبدي كذا وكذا، هذه معروفة بالأحاديث. قلت لك أنا نهضر معك دين ما نهضرش معك حاجات أخرى. أنت صفيت النية صفيت بديت على أساس صدقة جارية وعلى أساس السعي على الملك المجاهد في سبيل الله. معليش يحيى أنت هذا كنت مرتاح ماليا يعني بخدام الحمد لله أنا متوفر كنت جيب لي دركا راك شكر هذه كنت عمرها لي درهم الفرقه في 24 ساعه ملي ما نحطها فراك انا ما جيتش هنا على الجبل انا جيت حبيت نعرف واش راه نكملوا في القصه. بديت نديلها زاد قلت لها عندي راح يعطوني شقه في ام البواقي
باش الدوله تكون على بال باش الناس هذيك الانسانه هذه هي نفسها. صرت تجبد 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 ما بين التراب تاع الحامز وما بين الشقه تاع ام الباقي وما بين المروح والمجي وما بين كانوا يضربوني بالبيناليتي. قال لك زعما كنت تخلص نضربك بيناليتي. الله اعلم 470 مليون الله اكبر. هذه تاع المراه 2010 يدخل باب ثالث. معلش يحيى باش قبل ما نروح ان شاء الله للباب الثالث. يحيى بصح انت هذه الانسان هذه انت ما تعرفهاش، انت ما شفتهاش يعني في وجهها، ما هضرتش معاها، ما قصرتش معاها، ما قدرتش، ما ثبتش عليها، كيفاش كنت تقدر تمد هذا كاع المال هذا؟ نقدر نمد اكثر. نقدر نمد كور عظيم من ما تجيب لك كور عظيم في القدام كان في الرقم في الرقم في الرقم بلا ما ندي فراك. بالك يحيى كنت داير ثقه في الزوجه تاعك تقول بلي ما تضركش. داير فيها ثقه لابعد ما يتصور عقلك. وانا اللي شفناك قدام البعيد شغل يرهب. بصح كون يدخل داخل قلبي اطرى من الزبده. اطرى من الزبده. اصحابي هم عندهم عندي سعودي كنت احكي لهم اصحابي قالوا لي حيك ما راك درت. قلت لهم ودي ما عندي ما درتش كيفاه؟ قلت لهم ودي نشري في التراب للمراه ونبني لها لعل ندير صدقه جاريه لعل ربي يرحمني. قالوا كيفاش انت ساكن في البراكه وتشري؟ صحابي تصدموا. يعني هذا هو السؤال اللي الناس كاع راح يسقسوا. ايه هذا هو الحقيقه. الانسان باللي حيسكن عنده سكن. اسمع انا قلت لك هذه كل كلمه اقولها ولا نطلع علي كنت كذبا. وعلي سخط الله والله علت الله. انا قلت لك من الاخر من الاول ما عندي ما حتى من يجيب هكذا. معلش يحيى خويا ماشي بالك ما كنتش في الوعي تاعك. ممكن هي الاخرى المراه ممكن هي. وكان امور كنا نحكيها الناس الان بصح ما نحكيش على بالك هي شبه خيال ولا حقيقه. المهم المرة كي نقول بعدك بديت شغل نقول لها كش ما تجيب لك الايطال وكش ما تقول لي لا واصبر وتشغل تتهرب لي. والمرة نقول لها كيفاش كي نكون انا في الدار ما تجيش كي ما نكونش في الدار تدخل. لقيت مرة في عمرها 45 سنة تحجب طفل في عمره 4 سنين. لا محال صح تحجب من ذراعي. وليدي قلت له قال لي ما نكذبش عليك. قال لي خطرة شفت عجوزة كيف 20 سنة شفتها خطرة. درك المشكل هنا وين ولا؟ ولا كي نكون كي كنت نكون روح في الصحراء وشكون اللي كان يجي من ورايا؟ ودرك المشكله مادام انا درك نجو للحبس ونجو لولادي ونجو. المهم قلت لك مديت لها 470 مليون 300 نعاودها باش تقول ماهوش كذب باش ما تقولش مزيان 300 تاع الحاميز 70 تاع ام البواقي و50 تاع البيناليتي و50 تاع رايح وجايه. هذه ما حبش نحكي لكم على حوايج واحد اخرين. هذه اختصرت باش ما طيحش في الحرام. انا منقص واحد 200 300 مليون نقصتها هي ازيد من مليار و653 مليون. يعني كاع في الحساب هي اكثر. انا نحيت 200 خليت مليون ومليار و453 مليون. هذو لا باش كي نحلف باش ما تخش في الغضب في السخط وما عندي ما ندير بها. انا درك انا كون نخلصوا لي الدين الاخرى كون يبانوا لي نتبرأ بهم الحصه. هذه الحصه باذن الله نجيبهم لكم نحطهم لا بكام نحطهم لكم. انا بربي ان شاء الله مانيش محتاج درهم. انا حبيت نعرف شكون كان يجي لداري وشكون هذه المراه. غمتني الدارجه ما تقبلش الاقل دار احترافيه الابعد متعون. مستحيل نعرف انا هذه شكونها اللي كانت عندي نعرفها. يحيى ما كانش يظن انه الضربه تجيه من اقرب الناس ليه اللي هي الزوجه ديالو اللي سلباته مبالغ كبيره. وحكايتنا مازالها طويله كما احنا نقولوا ما عندهاش عليها واش تحشم. ماشي ما عندهاش ما عندهاش. يا بلال يا خويا ربي سبحانه قال وإن اعتديتم فاعتدوا بمثل ما اعتدوا عليكم في المعاملات في الحدود. أما المعاملات فلا تعامل الغادر بالغدر والكاذب بالكذب والسارق بالسرقة. ما عندكش حق. الغادر لا تغدر بالغادر حتى ولو يكون كافر. فما بالك زوج فما بالك واحد حط فيك الأمانة يا خفر. معلش يا خويا معلش بالعقل يا خويا. انت لحد هذه الساعه ما عرفتش اذا هذه المراه هذه مراه ولا راجل. اذا كانت تجي اذا تم استخدامها يعني شو استخدموها ولا استعملتها باش تجبد منك دراهم ما عرفتش. انت النيه تاعك مع الزوجه تاعك انك قلت بالك زوجتي هذه من المحال تضرني. بالك لو كان جات عندك تقول لك اعطيني هذيك 400 مليون كنت مدها لها بلا ما دير هذه الحيله بلا كيما احنا نقولوا بلا ما تدخل من التاقه تدخل من الباب عادي. قال يا راجل انا راني مسحق هذه الدراهم اعطيهم لي تمدهم لها. معليش زربت في رزقها. معليش قلت لي نمشي قلت لي الباب الثالث الثاني صارت وين حاجة ثانية. تفضل. في الباب الثالث تدخل خوتها خوت المرأة الله أعلم.
كي نقول الله علم امر غير ماكش مثبت اللي حلفت عليه تراهم كاع اي مبلغ من المال ينتقش مفهوم حقيقه صح. اي كلمه نقول لك قالتها حقيقه صح. باش نكون متفاهمين اي نقول لك واش قالت لي حقيقه على حسب واش خلت مفهوم اي مبلغ مال حقيقه 2010 انا نخدم في سكينة هذا هو الفيش دي بين تاعها انا وريته لك ها يعني خدش المهم تاع انتربوز ها هذا هي تاع الشركه هذه كنت في سكينة هذو اللي فيش دي بين في 2010 مبلغ الله يبارك حياتك ما شاء الله كنت باش نمشي تقول لك وريتك بطاقات بطاقات البطاقات المهنيه درك مقبل الاخ ما صورهمش كاملهاش كامل شركه اجنبيه إيطالية أمريكية إنجليزية فرنسية ألمانية كل شركة أجنبية كنت نجيب في متاع تونس أغلبيتهم هنا في الجزائر في زوج شركة شركتان في تونس هي سنان بروفيتي إيطالية وبي جي بريتش غاز هي إنجليزية ضربت 20 شهر 20 شهر كنت نجيب حوالي صورت حوالي 350 300 فوق 350 مليون ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أنا كنت حاب نتزوج كنت حاب نتزوج على محافظة على الدار ودراري قلت أنا ندير لها خليها وش الشيء اللي راح نديره نرفض عيالي نخرج وحدي هي نخلي لها الدار نشري لهم الطوموبيل لدراري ندير لهم نهنيهم جات أختها الثانية خدتها الثانية في 2010 2012 وكذا من الناس عم عطاتها لي الله أعلم عطاتني الطفلة الله أعلم دروك نحكي على الطفل دروك نحكي المره الثانيه باش نعي هذا نداء للسكان تماريس وليدو اصحاب الاربعه سكان الاربعه والنواحي نتاعها هذه المراه ميت راجلها وهي عندها زوج اولادها واش تكون هذه اختها اخت الاولى هذه المراه يقولوا هي قالت لي هذه المراه عندها زوج اولادها ميتين في الجبل صح وهذه المراه عندها زوج بناتها ارامل تسمى كاينه مراه وثلاثه اولادها بناتها واحدة عزبة وزوج أرامل يسكنوا في نواحي يا تماريس يا ليدو الله أعلم كاين يسكنوا في الأربعة كيسق صاحب الأربعة قال له هذا الاسم ما كاش كاع وهذو الناس كما كاش كاع ما كاش منها يتسمى دروك شنو ندير أنا نقول الناس تماريس والناس ليدو خاصة المؤسسة التربوية هذو عندها زوج بناتها أرامل وعزبة وش حكاية هذه المرة؟ هذه زعما هذه دوزيام هي عطات هي اللي عطاتني الطفلة هما عطوني الطفلة على أساس وخلتني نهبل المال ماشي هما هي وقال دارت مغيطة تمويه بنتها وحده من بناتهم وحده من بنات صغيره وحده من بنات صغيره قالت لي صغيره هي اللي مدتها لك مدت لي صغيره الله اعلم قلت لك هذا كلش نسيج من نسيج الخيال الله اعلم قلت لك درك ولا نهار ما كشفت في طنط نهار ما كشفت الدعوه كاع ما كاش كل حاجه ما كاش منها المهم هذه يسكنوا يا تمارس يا ليدو اللي يعرف هذو النساء يتصل بكم ووصلني لهم الله يرحم والديه الله يرحم والديه هذه في 2015 كنت في حسرمن مع نفس الشركه هذه قالت لي هذه الخبيثة الغدارة المنافقة هذه وش قالت لي؟ قالت لي يا ودي فلانة هي راحت للسبيطار مصطفى وقالوا لها ولي قلبوا متزوج بها هذه؟ مازال نقول كلش كنت مازال متزوج كلش قالت لي يماهم راحت الخطوة المرة الزوجة اللي عندها زوج ارامل راحت لمصطفى قال لها حكم تكون سافرة راسها قال لك قلبها تموت الله اعلم كي قلبوا قالوا لا جات اتصل بها الله اعلم اتصل بها رجل خو راجلها من كندا الله اعلم باللي من بعدك قال لها شكون قالت لي ودي انا مريضه واش كاينه واش كاين واش كاين قال لها بعثي لي الوثيقه عن طريق الانترنت بعث له عن طريق الانترنت هبط الله اعلم هبط هو من ماريكان زعما الله اعلم في فرنسا حكم لها بلاصه في مستشفى طلعهم هو قال لها دركا شوفي شكون اللي يعاونك كي طلعهم وشكون وشكون قالت لها وكاين اللي يعاونني الله اعلم حطوني انا خزينه العموميه يعطيك الصحه بديت نعطي لها في الدراهم على اي اساس كنت على اي اساس باش تداوي يختش بلوكا ولها منحه التقاعد تاع الزوج نتاعها وهي بعد الحبس بعامين ضربتني ب 18.95 و600 نمد شحال مدت لها هذيك الانسان دوك الانسان ما حبش انا قصد مديت لها 100 مليون 470 و100 شحال ولات 570 درك نولوا الطفله كي مديت لها كنت نخلص الدراهم شغل سبق انا سبق انا نعطي لها 600 كل شهر بعد ديفو نعطي لها 12 10 12 18 ولا عندها الفاضل الفاضل هذاك شريته اورو شريت 300 اورو واش كان يقول الله اعلم الطفله شريت لها ذهب 45 مليون قال لك تحت تزوج بها المره الثانيه عاطي لها 10 ملايين
وزيد ل 45 مليون شحال ولات 55 مليون زائد 3000 اورو ضربه غير 6 6 في 3 48 مليون 48 زائد 55 عملت 103 زائد 100 203 زائد 470 673 مليون هذا كاع لا هذه تاع زوج خيات هذا هو الباب الثالث كنت نتكلم عليك عليه نعاود نقولوا الباب الثاني قبل الثالث اللي بعد الباب الاول هذا الانسان ما تزوجش بها ما كاش كاع هي واش نقول لك المره بعد في ضربه الحبس مور الحبس كل شيء كان سراب شتي تكتب في الرماد ويجي الريح بصح هاد الانسان شفت هذيك كنت حاسس واش والو هضرت لي كان ماشي مامن انا هي قالت لك بلي ودي عندي طفله ماشي هي اللي قالت لي قالت للمراه والمراه زعما خطبت وعطاوها لها وصرا الفيم وكذا وانا يا نيا وراي على نيت وما عندي حالتي حاله وهذه هي الحكايه واللي قلت لك نعاود نقسم لك الله اكبر بعدك المبلغ هذا 773 673 يبقى بقوتي نعاود نقول الحكايه نتاع الباب الثاني نتاع المراه الخبيثه هذه الجرثومه الخائنه الغادره ان شاء الله ربي يعطي لها كما كتبت عليها ان شاء الله ربي يعطي لها السرطان في اللسان وكما كانت تدبرني ان شاء الله يعطي لها سرطان في الراس وكما كانت تمشي بالرجلين باش تخدم ان شاء الله يعطي لها ربي سرطان في رجليها اي جرح اي عضو من الجوارح كانت مشاركه به ان شاء الله ربي يعطي لها فيه سرطان تجبد عليا درك نقولها منها ما كاتب من في الورقه عطيتهم للطفله وعطيت الطفله رحت للدار عطيتهم له وعطيت للطفله في سياق الكلام ديالك شحال عندك بنات منها؟ عندي ثلاث شيطانات ثلاث بنات شيطانات علاه يا حبيبي وحده درك 24 وحده 23 وحده 18 سبوني قدام الناس هذه مور ما خرجت من الحبس مور الحبس وش حكايه الحبس يا حبيبي؟ الحبس المراه كانت مخبيه 13 سيرتيفيكا لا كنت نكتب ربي المكتب نعاود نجيبهم لك 13 سيرتيفيكا كانت تصدم في حياه تروح للسبيطار تقول لهم ضربني قسما بالله وانت ما كنتش خبر ما عندكش خبر انا ما عنديش خبر الا ثلاث مراحل انا ضربتها صح المرحله تاع البالي انا ضربتها والمرحله تاع يدها انا جيت نضربها هنا وين الحم بارات وسيت يدها والمرحله الاخرى تاع فمها مش رجلها 13 سيرتيفيك 13 ناقص 3 تساوي 10 10 شهادات طبيه كلها زور وبهتان تخبي هي عن بالها شغل انا راح نروح انا اللي درت الطوفان مع نوح وانا اللي درت الدوده النمرت في راسه وانا اللي غرقت كانت غير تلصق برك اللي حرش فيه يقول له لصقي له وهي عن بالها نسيت بلي كاين قاضي سمو الله وهو حكم الحاكم المهم تكسرت من رجلها المره الاولى كانت هابطه من الدرج جايه من لايف من لا فايونس الحرش غير في العومه الدوها قلت له واش بيه قالت لي كنت نمشي مع الطفل الازرق اسمعها قالت لي قالوا لي عندك هشاشه العظام سمعت بها مليحه وهنايا مربط الفرس وهنايا اليوم القيامه نسال والديها كاع يجوا شهداء عند ربي سبحانه وكتبوا الشهاده من بين خوتها كبار اللي صلوا ما عليناش المره الثانيه كانت مع اخوها ولا مع وليدي طالعه في طريق المير هاي كنقول هي السيكتور الثاني تاع الحراش دارت رجلها اداوها كي داوها اسمعوا واش قالت كي طلعت خوها واش قال لي قال لي صح كي داوها لزميرلي جابوها كي جابوها للاخر قال لها بلي عندك الضربه الاولى ما براتش اسمع مليح تسمى تكسرت الاولى تكسرت الثانيه صح المره الثالثه صرا مشكل ما بين الدراري هكذا تحكمت معها هنايا هي كانت تما تحوس عليا المراه كانت شغل مقلقه مزروبه وقتت لي كيديني الامر كانت راح تنكشف فيها امور الله اعلم 99% كانت امور خيانه عرفتني باللي راح نوصل في المرحله اللي عاملين الاخرين قبل ما يصير المشكل تاع السجن والاخر وليت ما نهضرش معاه ملتزم الصمت هي تقول لي يا رجل كاع هذوك علاش ما تهضرش معايا قول لها يا مراه ما نهضر معاك ما ندوس معاك وليت نتقلق منك المهم هي تبدلت تليفون هكا ما شدته في يدها والدار كنكون انا ما تدخلهاش من 7 تاع الصباح ل 10 تاع الليل ما تدخلهاش قسما بالله العلي العظيم كي نقول تقول لي اني نقي في الطواليت نقول انا دوكا بعثي لي طواليت تاع افغانستان نقيم في زوج دقائق كيفاش انت هذوك طواليت واحد اكرمك ولا بيدخلها واحد هي كانت خدامه كانت تخدم لا لا كيفاش خدامه وانا الدرهم اللحق بالشكاره وهي كانت كي تروح للدار تخرج عليا تروح المارشي بامور ظهري كشفت هذه بنتي صغيره وانا الاخبر كان كل شمو كنت كان دارتني ايزار هي قبل ما لحقوا الحبس علاه دارت كاع هاد الفيلم كانت قادرة تطلب منك يعني طلاق وتعيش حياتها يا بلال يا بلال خويا والله يا بلال انت واش درت لها؟ يا بلال اقسم بالله يا ربي الكعبة ربي السماوات والارض ما نزيد عليك حاجة واني نحلف امام الله ونعطي الله عليا راني كاذب والله العظيم ليومنا هذا ما على بالي السر وشنو
وقلت لها يا مخلوق، قالت لي اختي اسمحي لي، قالت لي اختي في دار شرع، قلت لها علاش ما رحتش مع بلاتي حسن وكل واحد، واش قالت لها؟ شوف واش قالت لها، وعنده واحد الافكار، عنده واحد المبررات، هذيك المكتب مبررات ما تقبلش بالشيطان، ما يتقبلش. واش قالت لها؟ قلت لها علاش انت تخرجي تخدمي؟ قلت لها هذيش ناس. قال لي يا وليدي الناس نروحوا بالطرافي. هذه الحاجه اللي قلتها لها، قلت لها تراضي. خرجت يدي فوق راسي، وراهي الدراهم المهر ما كاش، ورا دراهم الذهب ما كاش، ورا تكلفه العرس ما كاش. خرجت يدي في الغيم، عرفت القضيه انني ضربتها ببارعه تاع حديد. البراءه نتاعي كانت ما بيني وبين البراءه مسيره 5 دقائق. كانت الادله كاع مرداب معلقه، لي راديو، لي كارت مواعيد، لي كارت فيزيت كما يقولوهم تاع الجزائريين، لي كارت فيزيت، الراديو، كلش كان مور الباب. السبب هو ضابط الشرطه قال له خلوه يروح يرقد في داره غدوه ندوه، ما قال ماشي حاجه. قال لهم لا، هي انا كي داوني للسيلونا هي وصلت للدار، لا حركت كلش، لا طرس كاع ما كاش، مسحت فيا الموس. الا هي قتل بلي هو اللي كسر، هو اللي ضرب. هنايا هنا هو، هنايا هو اللغز، وهنا هو بالموضوع مربط الفارس، وهنايا بيت القاصد. هي السجن درك باش نوضح لولادها وفاميلتها ما هو سبب سجن. السجن كان له عده عوامل وفيه خبايا وخفايا واسرار. هي واش حبت تدير؟ نرميه للحبس. انا شويه كما تقول هي مقلق، تحكم وصل لاطونسي ولا كشمي حكمو يتباراليزا ولا يموت من القنطة، وعنده عزة نفس عالية بزاف. تقول لك هذه الوحل الحاجة اللي نقضي به في نفس الوقت، كي يخرج يلقاني رحت ما يقدرش يجي لي للدار، يجي لي للدار نعيط له لابوليس ويجي يتعدى عليا. شغل خدمتها مليحة. هو السجن هو كان غطاء وتمويه لإخفاء الآثار الجريمة. بالمعاملة تاع الحراس، انا انسان كبير وعاقل، كنت حاكم المصحف وقيام الليل والصلاه والصيام، ما نلحق روحي ما يلحقوني، مشي نبرع فيهم ولا ما عندي حتى علاقه كنت تربطني بهم، نخرج كي الناس ونولي كي الناس. ولكن الله لا يوري السجن حتى لحظه للواحد يكون انسان وليد فاميليا. السجن مر عقبته، مام حتى الناس ما قيموني، وكنت ندير في بعض الاحيان الكتابات اللي كنت ندير، الورق اللي كنت ندير بهم الدروس هام كان مخبي كلش، هما شغل ذكرى. كنت ندير لهم دروس، حسب قدره القدره نتاعي، حسب المعلومه في السيره النبويه او في سيره الانبياء او في تفسير بعض الايات القرانيه او في بعض الفرائض العباده، امور خفيفه. جازوا 6 شهور. كي خرج كيفاش لقيت الحال؟ خرجت كل شيء كان محضر لي. هي وشنو؟ قالوا له في السورسي يرفد يده ويعاود يولي، عقب 6 شهور ويزيد يشرعوا له القضيه. قلت لك مدام دروسه تدخل لي بنتي بلبسه في الافلام ما شفتهاش. دوست ما قلت لها ناضل. دخل دار شغل بلي انا درك ما عندك ما دير لي. كلش كان شوف والله العظيم يا الاخ الكريم، في لابوليس دخلت معها لابوليس، وهي بزوج بناتي هما اللي كانوا السبه الدافع الاساسي والرئيسي اللي ثاني باش دخلت الحبس. هما انا بكل صراحه انا وليت ما نقولش اب اختش مانيش اب، انا كنت شخص غير مرغوب فيه، لازم يتخلصوا مني باي طريقه من البيت. وكما فوق الجينيم، والدليل 4 عياد نتعيط تحت الجسور في الحراش، 4 رمضانات تحت الحراش، وفي رمضان تاعك كما كان كلش مغلوق كنا نفطر بالحليب والماء. الناس كي يشوفوني هكذا بروبو نضحك، عمر ما شافوا الاخر الغضب في وجهه ولا الياس في وجهه. بصح ولكن هاني حكيت لكم خاطر كان بزاف اغلبيه الماليين الجزائريين، قلت لك درك ما يتصدموا وشكون هذا. انا يسموني يحيى مسبوق، يحيى بن سعيد بن جلول بن علي بن مسبوق بن السعديه بنت يحيى بن سعد، شريف ابن شريف ابن شريفه. وراح نقول يماها واحد الكلمه قالتها على يما بعد 25 سنه درك انا نجاوبها عليها. نقولها يما مدت لك راجل اغلى من الذهب وشريف على اللي مديتي له انت، يما مدت لكش راجل سراق، ما مدت لكش راجل خاين، ما مدت لكش راجل كذاب لبنتك، ما مدت لكش راجل يهدم بنتك. انت اللي بنتك سرقتني وانت راضيه، ودمرت الدار وانت راضيه، وعرضت البنت انت راضيه، ودخلت الحبس وانت راضيه، كل على بالكم بلي قعتني واش دارت وقع بوتي مازور. نتحداكم، نتحداهم يدخلوا للمسجد، ندخلوا انا وهما حتى بناتها معايا، ندخلوا للمسجد نحلفوا ونطبق آية اللعان على بعضنا، نحكموا الملف نطوه نرفدوه من الارض نحطه في يد القاضي السامع.
ونطوي الملف. هاني نطلبها منكم خالتي ان شاء الله. وقت البرنامج خلاص، كلمة الأخرى إليك، الكاميرا تشوف فيك، تفضل تاوش راك حاب تقول. نقول خوتي الله يرحم والديكم، الله يرحم والديكم، اللي تشوفوا لي ونست روحي ما بيدار يجيب لي ربي حد نخرج من الجزائر ولا وين نروح، راني نرقد تحت الجسور. بهذا نكون وصلنا مشاهدينا الكرام لختام عدد اليوم. كما شفتوا معنا الحكاية تاع يحيى والله فيها نوع من الغرابة. الحكاية كي تجي تشوفها تقول بلي هذه الحكاية ما راهيش حقيقية، إلى أنه كاين العديد من الحكايات المشابهة لحكاية يحيى. حنا نتمناو إن شاء الله من المحسنين وكذلك من السلطات يعاونوا هذا الرجل. ما بقى لغا نقول لكم تهلاو في روحكم. سلام.